يستمر إضراب سائقي الشاحنات في إيران على الرغم من تهديد السلطات بمواجهة المضربين وفرض غرامات مالية عليهم بتهم ملفقة ضدهم. ودخل الإضراب مرحلة جديدة بسبب التعاطي الأمني من قبل السلطات، حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر صهريجا محملا بالوقود وهو يحترق بعد تعرضه لإطلاق نار من مصدر مجهول. من جهته هاجم عضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية استمرار إضراب سائقي شاحنات في الوقت الذي تتخذ عناصر الأمن خطواتها لتفريغ تجمع السائقين بالقوة.